هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. أسعد الله أوقاتكم متابعي برنامج عليكم العافية. في هذا اليوم ضيفنا الدكتور مصطفى لولك والحديث عن اختبارات وفحوص المولود الجديد. الدكتور مصطفى لولك ضيفنا للمرة الثالثة في هذا البرنامج، فهو حريص كل الحرص على تقديم المعلومات المبسطة للسوريين عبر التلفاز، عبر الفيسبوك بمجموعته، أو عبر الاحتكاك مع السوريين في مخيم حيث يعمل الآن في تركيا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا يا حكيم. أنتم فخر الصناعة الوطنية ونفتخر بوجودكم معنا. نفتخر فيك كمان حكيم. دكتور، في استطلاع صورناه في الداخل سوري منشوفه ونرجع لعندك. يعطيكم العافية. أنا طبيب الأطفال في الغوطة الشرقية. بالنسبة للولدان الحديثي الولادة عم نقوم بفحصهم، فحص عام. بيبلش الفحص بالتأمل ومنفحص الأجهزة جهاز جهاز، فحص التأملي منشوف إذا الطفل عنده تشوهات ظاهرة سواء كانت بالرأس أو الجزع أو الأطراف. عم نلاحظ إذا في تعدد أصابع، إذا في شفت أرنب، إذا كان عنا قيلة سحائية أو جنف، أو أي تشوه من تشوهات بالرأس. فهذا كله عم نلاحظه. من بعد فحص التأملي عم نبلش فحص القلب، إذا عم يكون عنا خلل أو في بإصاء القلب، في نفخة قلبية. بصراحة ما بيتوفر عنا أي قلب، ونحن عم نميز إذا كانت آفة مزرقة أو غير مزرقة. عم بلش بالمدرات بالآفات غير المزرقة، وعم بلش بالأندراي بالآفات المزرقة. وبالنسبة لفحص الصدر، إحنا عم نأكد بالخداج من عدم وجود داء الأغشية الهياليني. إذا عم يتوفر إذا عم يكون في داء الأغشية عند الطفل، عم نحوله على الحواضن، عم نقدم له الأكسجين. مع أنه نحن يهدو الصورة البسيطة متوفرة أحيانا، وعم نطبق قناع وكيس، هذا أقصى ما يمكن، ما في عنا جهاز منفسي. بالنسبة لفحص البطن، عم نشوف إذا في ضخامات حشوية، عم نشوف إذا في ضخامة كبدية، ضخامة حالية، إذا في حتى كلية مجسوسة مشان ننفي الكلية عديدة كيسات. عم نفحص كمان الجهاز العصبي، عم نشوف الحدقات، عم نشوف المنعكسات الذاتية، المص والأطباق ومنعكس مورو، عم نجس اليافوخ، عم ننفي إذا كان في عنا يافوخ متوتر. إذا واسع متوتر بيكون في استسقاء دماغي. إذا كان اليافوخ مغلق منخاف بيكون عنا تعظم دروز. بالنسبة للفحص التناسلي، البولي التناسلي، عم نشوف عيانيا إذا في إحليل تحتي عند الذكور أو تشوهات عند الإناث، تشوهات بالجهاز التناسلي الخارجي الظاهر. عم نشوف إذا في عنده الولد بجاس الخصيات بالكيس الصفن، أو عم نشوف إذا عندهم فتوق إرابية مرافقة. فبصراحة نحن ما في عنا استقصاءات أو أجهزة استقصائية متميزة. ما عنا إيكو قلب، حتى ما عنا طبيب أطفال قلبية مختص بالقلبية. أنا طبيب دراسات عليا وأخذ شهادة البورد، بس طبيب أطفال قلبية ما في. عنا التصوير الظليل ما متوفر أحيانا. بصراحة بصير في إرباك وقت بيكون عنا مثلا مري أعوار، بدنا حتى طبيب جراحة بولية، جراحة أطفال ما متوفر. فعم بيشتغلوا دكتور الجراحة العامة وعم تنتهي الأمر. ثلاث حالات من مري الأعوار عم تنتهي الحالات بالوفيات. شفت الأرنب أحيانا في انشقاق شراع الحنك، عم يترافق مع شفت أرنب أو ما مترافق. بس نحن مبدئيا عم نعطي الطفل الحليب الصناعي عن طريق الحلمة الخاصة بانشقاق شراع الحنك، ريثما يزيد وزنه ويصير مؤهل للعمل الجراحي والإصلاح الجراحي عن طريق طبيب الأذنية. تمام دكتور. اختبارات وفحوصات المولود الجديد، طبعا احنا نركز في برنامج عليكم العافية على الأطفال والمواليد الجدد، إن شاء الله هن الأمل
سوريا، فحسب البروتوكولات شو بتعطينا نصائح في هالموضوع؟ هلا الطفل اول ما يولد اول كم ساعه في مجموعه فحوصات مشان الاطمئنان للطفل، الطفل المولود الرضيع المولود الجديد. اول شغله في عنا قياس اسمه قياس ابقار. تماما. قياس ابقار هذا طبعا يجرى في الدقيقه الاولى وفي الدقيقه الخامسه من الولاده. هون نستطيع مراقبه بقياس ابقار، مراقبه لون الطفل، تنفسه، سلوكه، نشاطه ووضعيته. تمام. نعم، خمس شغلات. هذا دكتور يعني يتم عبر النظر الفحص طبعًا المباشر طبعًا. العيني. عيني. لا يحتاج عيني. نعم. أجهزة. لأني لا يحتاج أجهزة يعني. أبداً. تمام. بين الدقيقة الأولى والدقيقة الخامسة. يقوم به طبعاً بغرفة التوليد. طبعاً. الممرضين، الأطباء، من يقوم به؟ بغرفة التوليد اللي بيقوم على الفحص يا ممرضة متدربة ممرضة التوليد يا إما الطبيب، طبيب نسائي أو طبيب الأطفال، هو طبيب الأطفال. تمام. يعني لازم هو يقوم بهالدور حسب الموجود. تمام. طبعا بعد ما نخضعه لهالمراقبه لهالاختبار الاختبار الاهم. بعدين في شغلات ثانيه بدي منك بس ترد ترجع تبعت لي اختبار ابقار على ماذا يركز؟ قلت لي على خمس نقاط. خمس نقاط اللي هن لون الطفل، تنفسه، سلوكه، نشاطه، وضعياته. تمام. خمس شغلات. تمام. الوضعيه. طيب تفضل. طبعا اذا لاحظنا من خلال هالعلامات علامات اختبار الابقار في شيء غير طبيعي، هون في تدخل سريع. تمام. بتتدخل بنتدخل تدخل طبي، لكن معظم الاطفال يجتازون هالاختبار بخير ان شاء الله. نعم. الحمد لله. وإذا احتاج الطفل لمساعدة مثلا بالنسبة لموضوع التنفس، بده أكسجين مثلا أو تنظيف المجاري التنفسية لتحسين التنفس، يعني الممرضة بتجري هالشي بإشراف الطبيب. هدول بشكل عام. في عنا كمان بعد منا ننتقل لعدة شغلات، نزين الطفل، نقيس درجة حرارته، ونقيس محيط رأسه. ثلاث شغلات. درجة حرارة، محيط رأسه. دكتور خلينا هيك شوي، يعني هلا هو بسوريا تقريبا الغيت موضوع الولاده في البيوت، لكن اعتقد الان عادت مثلا الظروف الصحيه. اختبار ابقار هل يمكن تجي قابله في البيت؟ طبعا، لكن اذا في اي مشكله ما فينا نعمل تدخل سريع. طبعا ما في، لان بتعرف ولادات البيت ما فيها الجاهزيه، جاهزيه غرفه العمليات، يعني هذا حصرا بده يجري بغرفه العمليات، لان الدقيقه الاولى والخمسه لسه الطفل جنب امه. يعني مثلا انت بتقول لي انه في مشاكل بالجهاز التنفسي، ممكن نعمل تنظيف للمجاري التنفسيه. تنظيف كل هذا غير ممكن في البيت. غير ممكن لو صار اي مشكله غير ممكن. نعم. في البيت. نعم. طيب منقيس قلت لي الوزن، الدرجه، ومحيط الراس. نعم. هدول القياسات ستضاف لاحقا الى مخطط نمو الطفل. تمام. نعم، في مخطط ويتسجل في سجله الصحي، ولما الام تغادر المشفى نعطيها السجل لمراقبة الطفل في الأيام القادمة أو الأشهر القادمة. تمام. نعم. طبعا الطفل حديث الولادة سيخضع لفحص كامل بين الأربع ساعات والثمانية وأربعين ساعة الأولى بعد الولادة. نعم. وهي الفترة كافية للطفل للتكيف مع العالم الخارجي، وتعطي مجال للعناية الطبية في حال وجود أي مشاكل. دكتور تقصد فحص بين أربع ساعات لثمان أربع ساعات، تقصد فحص أو مراقبة؟ مراقبة وفي فحوصات. هلا بدنا نجي للمرحلة الثانية. تمام. نعم. تمام. اللي هي دكتور الفحوصات؟ فحوصات من فروة الرأس لأخمص الإجري. تمام. نعم. بدنا نساوي فحص شامل للطفل الوليد حديثا. من الرأس نبدأ؟ نعم. الباش كان بالتركي. الرأس طبعا حسب طريقة الولادة. هلا الولادات القيصرية الطفل تقريبا رأس الطفل بيجي طبيعي. تمام. ولادات القيصر. أما الولادات الطبيعية هون بصير عندنا بعض مو مشاكل، يعني أشكال بالرأس بيتغير عن الشكل الطبيعي. في أحيانا الرأس المضغوط أو المعصور، هذا نتيجة بقاء الطفل، بقاء رأس الطفل في القناة الولادية لساعات. مثلا إذا ولودة خروس أول بطن بطول هالمدة. تمام. المرأة الولودة فترة قصيرة، مهم بس في عنا فترة، يعني بضل رأس الجنين بالقناة الولادية بالرحم. تمام. هون طبعا بيتأثر.
طبعا هالتغيرات اللي عم يصير على فروة الرأس هذا خلال 48 ساعة تلقائيا ترجع طبيعي. نعم تمام. هاي إذا كانت الولادة دكتور طبيعية. طبيعية. نعم. نلاحظ هذه التغيرات. إذا كانت قيصرية لا. قيصرية لا تغيرات. فورا بجهة الرأس طبيعي. طبيعي مثل طيب. ما هو. طبعا هالتغيرات اللي عم يصير بالرأس في شغلة جمجمة الطفل في عنا مناطق لينة بين عظام الجمجمة. تمام. نعم. يعني مثل الدروز واليوافيخ نسميها. تمام. الدروز عبارة عن الفواصل بين العظام. تمام. إيه. واليوافيخ عبارة عن فراغات هوائية بين عظام الجمجمة. هدول مناطق لينة بنضغطوا أثناء الولادة مشان يطلع رأس الجنين من عمق الرحم. تمام. إيه. بصير انضغاط لرأس الطفل. تمام. إيه. وكمان في عنا شغلة تانية إذا كانت الولادة مي ولادة طبيعية لكن باستعمال وسائل تانية. هاي كنت أسألك. نعم. أحيانا بنستخدم أدوات مساعدة. نعم. تمام. قمع أو تمام. أو ملقاط. تمام. هدول أحيانا بشكل ورم دموي في فروة الرأس. أيوة. نعم. تمام. أنا جاني كتير يعني. كمان ما بتخوف مع الأيام كمان بتزول شيء طبيعي جدا. طبعاً كيف تظهر بقع كيف تظهر يعني؟ كدمات عبارة عن ورم تحس ملمس و يعني طري جدا. الأهل ما بيعرفوا إيش هو حجمه. إيه. دكتور مثلاً حجمه حسب الليرة مثلاً. لا أكتر أكتر أكتر, أكتر. يعني قد الكف وتزول. نعم. تزول تلقائي بدون. نعم. أي بدون تداخل بس إنه فقط يترك للمراقبة إنه لا سمع لأن هي عبارة عن تجمع دموي. صحيح. صحيح ركودي دموي. نعم. هذا الرأس. هذا فحوصات الرأس إذا كان ولادة قيصرية طبيعية أو باستخدام أدوات مساعدة. هل ملاحظات أخرى على الرأس أثناء الولادة؟ لا حاليا الرأس. تمام. خلصنا. ننتقل إلى. ننتقل للأذنين والعينين. تمام. نعم. العينين لازم نفحصه فحص عياني زائد فحص بمنظار منظار العين بانعكاس الضوء الأحمر للعين. إذا صار انعكاس من حدقة العين معناته ما في عتامة عنا بالعين يعني ما في مشكلة بالرؤية. هذا بالنسبة للعين. طبعا في عنا مشاكل بالعين كمان أطفال بولدوا مثلا التهابات ملتحمة هذا بالأيام القادمة أول ولادة بجوز ما بتظهر هالشيء. تقصد انه بعد الولاده بيومين ثلاثه ايه طبعا احتمال ايه او مو مع الكل يعني وارد هالشيء. صح. نعم. بعدين عندنا بعد العينين الاذنين. الاذنين في عندنا اختبارات سمع نجري للاذنين مشان اختبار السمع بعد الولاده بوقت قصير. هذا يسمى اختبار الانبعاثات الصوتيه في الاذن. هذا كمان مشان تاكيد لموضوع السمع. كيف يتم اجراءه دكتور؟ هذا عن طريق جهاز. جهاز جهاز يتطلب جهاز. نعم جهاز اختبارات الصوتيه. بعدين في ننزل من الاذنين والعينين للفم. الفم اهم شيء بالفم نتاكد نفتح فم الطفل نتاكد اذا في عندنا سقف الفم تماماً. كامل تماماً. او اذا عندنا مشكله مثلا سقف مفتوح شق يعني بالاحرى شق الحنك هذا بنتاكد منه ونشوف استجابه الطفل للرضاعه. تمام. نعم. ونفحص اللسان مشان نتحرى عن اللسان المربوط او ما يسمى اللجام تحت اللسان هذول نتاكد منهم. هذا عنا بموضوع الفم. هل هناك اي فحص للشفه؟ طبعا هي شفه ضمن الفم ضمن الفم. نعم. طيب بعد الفم دكتور بعد الفم ننزل على الصدر القلب والرئتين. ما رايك بفاصل قبل القلب والرئتين؟ تمام. متابعينا الاكارم بعد الفاصل نتابع بالتدريج الفحوصات التي تجرى للمولود الجديد. ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. متابعينا الأكارم هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية. دكتور كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن الفحوصات التي تجرى للمولود على الرأس الأذن والعين والفم الآن القلب والرئتين. نعم القلب والرئتين طبعا ينفحص عن طريق السماعة الطبية. بالنسبة للقلب نطمن نتأكد من وجود أصوات قلبية غير طبيعية نفخات مثلا
وهدول يعني بتختفي غالبا تلقائيا اذا ما في مشاكل ولاديه. تمام. نعم. تمام. بالنسبه للرئتين نتسمى على نمط تنفس الطفل ونشوف وظائف الرئه، طبعا كلهم عن طريق السماعه الطبيه. هذا يقوم به الطبيب الان، الطبيب او ممرضه التوليد المتدرب تدريب خاص. تمام، لان اعتقد انه سماع اصوات القلب هذا طبعا حصرا بده صحيح. طبيب، واذا شفنا شيء غير طبيعي لازم نستشير اخصائي صحيح. قلب صحيح. نعم. قلبي نعم. حتى صار في اختصاصات قلبيه اطفال. نعم. تمام. بعد منا بننزل للاعضاء التناسليه. اذا فحوصات القلب والرئتين هي عبر السماعه. عبر السماعه، لا يوجد اكثر من ذلك ابدا. تمام. بالنسبه للاعضاء التناسليه، طبعا اعضاء التناسليه بشكل عام يكون متورمه ومنتفخه، هذا بشكل طبيعي. بشكل طبيعي. تمام. وداكنه. تمام. السبب هو تعرض الطفل ببطن امه قبل الولاده لهرمونات الام. تمام. نعم. تمام. ونشوف احتقان الثديين. تمام. نعم. هون بالنسبة للطفل الأنثى الإناث منشوف إفرازات مهبلية شفافة أو بيضة، وأحيانا تحتوي على بعض الدم، طبعا هذا كله نتيجة الهرمونات. بالنسبة للطفل الذكر نفحص كيس الصفن للكشف عن الخصية الهاجرة أو الخصية العالقة، ونفحص العضو الذكري للطفل مشان نشوف فوهة الأحليل، فوهة التبول. تمام. أيوة، مشان أنه نتأكد أنه تحت السفلي ولا بموقع محله الطبيعي. تمام. تمام. نعم. تمام. هذا موضوع الأعضاء التناسلية. تمام. طب دكتور، موضوع التورم الانتفاخ وما ذكرته، يعني كم يوم بيبقى؟ يعني شغلة بشكل طبيعي، شغلة 48 ساعة إن كترت المفروض يرجع طبيعي. نعم، خلال أسبوع. خلال أسبوع ما رجع طبيعي لازم وقتها نتعمق. هو على الأغلب طبيعي، هو على الأغلب، لأن الطفل بشكل عام لما بولد بكون متورم ككل. نعم. طبعاً. نعم. طبعاً. طبعاً. عنا المرحلة اللي بعد منها بنشوف بشرة الطفل. تمام. بشكل عام هيك نظرة مشان الوحمات. الوحمات. نعم. ماذا تقصد بها دكتور؟ الوحمات هي عبارة عن آفات جلدية. تمام. تظهر عند المولود الجديد. طبعا في وحمات توجهنا لأمراض معينة، أمراض ولادية، وفي آفات تكون طبيعية ما بتخوف، يعني ما لها مشاكل. مثلا في عنا وحمات اللقلق بسموه، هذا بصير الجزء الخلفي من الرقبة، وحمات حمراء أرجوانية على شكل حرف رقم 7 العربي أو تمام. حرف الفي الإنجليزي. تمام. لاتيني. تمام. وفي عنا البقع المنقولية. الوحمات طبيعية. إيه طبيعية. تمام. نعم. تزول عند الكبار؟ تزول. إيه تزول. نعم. أحيانا تظهر عند البكي وقت الولد بيبكي. إيه طبعا لما بصير شو اسمه تقبض أوعية أثناء البكي. وممكن ما بس على الرقبة، ممكن تظهر في الوجه. طبعا ممكن. في مناطق تانية. أنا هيك إيه في كم شغلات بس حابب أذكره. طيب يلا تفضل دكتور. في عنا البقع المنقولية. مرض المنقولي هذا معروف. تمام. هذا عبارة عن بقع زرقاء. تمام. تظهر في مؤخرة الطفل. تمام. إيه بس طبعا مو كل بقع زرقاء في مؤخرة الطفل. تمام. هو بقع منقولية. تمام. لأن المنقولية إلى أعراض جسدية، أعراض تانية. صحيح. صحيح. مشان نشخص أنه فعلا منقولية. وفي عنا وحمات الفراولة أو الفريز، هذا نشوفه كتير. هذا بيظهر بكافة أنحاء الجسم. يعني حتى بقولوا والله الأم متوحمة على شغلة وظاهر، يعني هدول أمثال شعبية. تمام. البشرة خلصته. بتحب دكتور البقع المنقولية يعني تأتي من أنه يكون الولد مصاب في المنقولية، تظهر عندما يكون الولد مصاب بالمنقولية؟ طبعا مرض المنقولي احدى علامات مرض المنقولي في عندنا بقع المنقولية. تمام. بس البقع لوحده لا تعني. لا تعني. تمام. تمام. بعد البشرة دكتور ما هي؟ نجي على اليدين والقدمين. تمام. نعم. بدنا نفحص الذراعين واليدين والكفين والقدمين كلهم هيك فحص نظري. ونعد الأصابع، أصابع الإيدين والإجرين، 10 ناقص ولا زيادة، كله يعني بشكل عياني بدنا نشوف، وبنتأكد من وجود أحيانا في وجود جلد بين الأصابع يربط الأصابع مع بعضها. تمام. إيه هدول. ونفحص راحتي اليدين، راحتي الكفين مشان نتأكد من وجود السنيتين، في سنيتين طبيعيات سنيات الراحة. تمام. أحيانا بكون سنية واحدة طويلة. تمام. إيه طبعا هذا أقل شيوعا، وهذا أحيانا كمان بربطوه بالمنقولية. نعم، إحدى علامات المنقولية. نعم. لازم نتأكد. بعدين في عنا بدنا نفحص قدمي الطفل بالوضع المستريح،
مشان في مرض اسمه جنف القدم، حيث القدم نصف الأمام بيكون من القدم مائل للأسفل هيك بهالشكل. هذا أحد الفحوصات اللي كمان نجري للطفل، يعني هيك بشكل عام يد والقدمين كمان. معناتها الأدعشري لم يجرى له فحوص الأصابع. نعم. طيب دكتور، بعد الطرفين نعم ننزل على العمود الفقري. عمود الفقري مشان نتحرى عن استقامة العمود الفقري، عندنا جنف ما عندنا جنف. مثلا في عند الأطفال بيظهر التجويف العجزي تحت، أحيانا بيكون التجويف عميق تمام، وأحيانا بيكون شيء سطحي. التجويف العميق لازم نتأكد نتحقق من أنه في عندنا مشكلة بجزء السفلي من الحبل الشوكي، طبعا هذا له أعراض خاصة بالقدمين، بيعطي علامات وأعراض. بعدين نشوف وركين الطفل مشان نتحرى عن الخلع الورك الولادي، في له فحص خاص مشان تأكيد الخلع الورك الولادي. هذا الفرق الولادي ليس من ضمن الفحوصات القدمين، لا فحوصات العمود الفقري. نعم عمود الفقري فحص الوركين هي اسمها. المرحلة العاشرة من الفحوصات هي رد فعل الطفل، بدنا نشوف رد فعل الرضيع. في عنده عدة ردود أفعال، أنا حابب أركز على ثلاث شغلات: فعل المص، فعل التشبث، والإمساك. هدول نفحصهم، هدول أكثر شيء نفحصهم. وفي عنا شيء اسمه المنعكس مورو تمام. نعم، ونتأكد من موضوع استجابة الطفل لمنعكس مورو. وحدي بس إنه شو هو منعكس المص، التشبث، ومورو؟ منعكس المص يعني نقرب الإصبع على تم الطفل، صحيح ايه؟ تمام، نشوف الطفل فورا حرك شفايفه وبدي يمص الإصبع، هاي نتأكد منه. التشبث، والإمساك مثلا، تمد إصبعتك صحيح فورا، صحيح شوفوا أيوة سكر كفه على إصبعتك. ومنعكس المورو كمان منعكس عصبي، نتأكد موضوع المص والش اسمه، نقرب الإيد هيك ما منشوف لا تحرك الشفتين، بده ياخد هالإصبع الطفل. هدول بشكل عام منعكس مورو. نعم، لا ندري مورو هل هي من الموركسيين الذين كانوا في إسبانيا، لا ندري الأصل بهذه الكلمة. طيب الاختبار الآخر مرحلة تمام. هذا أهم شيء، اختبار وخز الكعب. وخز الكعب نعم. تمام، هذا الاختبار مع الأسف عندنا بسوريا ما كان يجرى تمام. من الأطفال هم تركيا شفنا أنه عبارة عن فحص وطني صحيح. نعم، يعني ما في طفل بولد بمشافي التركية أو أي عامي أو خاص. نعم خاصة عامي، تأمين بدون تأمين طبعا يجرى للجميع، لأن النظام الصحي التركي صح قائم على نظام إلكتروني تمام. لذلك أي طفل إذا من فحص الأهل أحيانا مثلا تركوا المشفى طلعوا هربوا بالقطوة بجيبون هذا فحص وطني صفر. هذا الفحص عبارة عن هو فحص مو مزعج للطفل، نأخذ من كعب القدم الطفل نقطة دم على شريحة، في شريحة معينة مناسبة، بقع عدة بقع نأخذ تمام. هذا للكشف عن بعض الأمراض الوراثية. في خمس أمراض. بس إنه ليش من الكعب؟ شو الفكرة من الكعب؟ هلا الطفل هو أفضل مكان لأخذ الدم يعني، لأن هذا مولود حديثا تمام. مولود حديثا تمام. نعم، لأن هذا الفحص يجرى قبل أن يكمل الطفل الأسبوع الأول تمام. نعم تمام. فحص مهم جدا جدا جدا، يعني نحن مع الأسف في أمراض. طيب شو هن الخمس نقاط اللي بيخشحصوهم؟ في عنا مجموعة أمراض، أمراض هدول يعني ما لهم دواء مع الأسف. عنا في مرض بيلة الفينيل كيتون تمام. يوريا تمام. هذا واحد. في عنا التليف الكيسي تمام. في عنا فقر الدم المنجلي تمام. في عنا أمراض الغدة الدرقية بالأخص قصور الغدة الدرقية. وفي عنا مرض خامس أخير هو نقص بأنزيم، أنزيم اسمه MGAD ميديوم تشاين أسيل كو أنزيم دهيدروجينيز. هذا الأنزيم يؤثر على تحول الدهون إلى الطاقة تمام. خمس أمراض خمس أمراض، يعني هاي وخزة الكعب لأخذ دم لإجراء خمس فحوصات. نعم خمس فحوصات هدول، لأن بالبداية إذا كشفنا يعني في لهم عناية خاصة، مراقبة خاصة، نصل بحيث أنه هذا الولد ما ينأذى. فهمت عليك، تشخيص مبكر. نعم تشخيص مبكر، مثلا مثل مرض قصور الغدة الدرقية يعني الأهل ما بيعرفوا الطفل بعد سنة سنتين ثلاثة أو بعمر السنتين مثلا نشوف في تأخر بالنمو، في يعني مشاكل قصور الغدة الدرقية،
أما لو كشفين نحن بالأسبوع الأول يا أخي الوضع اختلف، كان بلشنا بالمعالجة خففنا أضرارها. دكتور بدي منك في دقيقة واحدة إعادة هذه على بسرعة الفحوصات. الفحص الأول بدقيقة واحدة بدقيقة. يعني الطفل مولود أول ما يجي على الدنيا نحن لازم نطمن عليه قبل ما نقول للأهل خذوا الطفل على البيت. في مجموعة فحوصات، في فحوصات عصبية، في فحوصات عيانية، في فحوصات طبية عن طريق وسائل أدوات الطبية. الهدف هو لنعطي للأهل طفل سليم معافى، وإذا في مشاكل نعالجهم أو نوجههم لمقام صحي اختصاصي. تمام دكتور، الله يعطيك العافية وإن شاء الله دائما مكسبك معنا تعطينا الخلاصة. كنت أود أن أسألك أكثر عن الأمراض التي تلاحظها الآن في المخيمات السورية، لكن الوقت لم يسعفنا لهذا الموضوع. إن شاء الله نحكي عن الأمراض التي تنتشر بين السوريين في المخيمات في حلقة قادمة. مشاهدينا الأكارم، للتواصل مع الدكتور مصطفى لولك لديه مجموعة على الفيسبوك، التجمع السوري للاستشارات الطبية والدوائية، مجموعة ضخمة تحوي الكثير من الأطباء، ويمكنكم السؤال عن الأسئلة الفردية والأدوية، والدكتور مصطفى دائما متواجد أونلاين ويجيب على أسئلتكم. بالنسبة لتواجد عليكم العافية على الفيسبوك، لدينا صفحة يمكنكم التواصل معنا من خلالها بشكل دائم، لسنا فقط على التلفاز نصف ساعة أسبوعيا، موجودين على الصفحة، لكن الصفحة ليست مخصصة للأسئلة الفردية أو بدائل الأدوية، هي للمشاكل الصحية العامة التي تصيب منطقة لا سمح الله أو أوبئة أو ما شابه. أتمنى لكم دائما صحة وعافية ودمتم بخير، والسلام عليكم.